السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع برنامج الراينو هنشوف ازاي ناخد سيكشن في اللوح بتاعتنا. هيا هنا اقول ان انا عايز ارسم مثلا بوكس بالشكل دوت، وخلينا نختار تاني حاجة غير البوكس، وليكن مثلا الدايرة ديت او الشكل دوت. طبعا لو انت عايز بقى تشوف الحاجة بتاعتك غير الشكل دوت، ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوفها مثلا شيدد بالشكل دوت. طيب انا محتاج دلوقتي اخد قط فيها، فاقول له كليبنج بلان، وفي طبعا ثلاث طريقة ترسم بيها. انا هقول له انا عايز ارسم بالثلاث نقط، اول نقطة ده النقطة، وبعد كده بحدد بقى انا عايز ارسم اخد القطع بتاعي فين بالشكل دوت. طيب هعلم سيلكت عليه وعايز ان انا اطلع بالفوق، فممكن تقول له موف، او ممكن تستخدم الجامبل ديت ان انت تطلع بيه بالشكل دوت. طيب عايز افعله الكليبنج بلان، فهو موجود دلوقتي في التوب بس، لا هقول له انا عايزه كمان في البرسبكتيف تتفعل، وفي الفرونت وفي الرايت. بس دلوقتي كل ما تتحرك هيبدأ يظهر معاك القطع بتاعك بالشكل ده. طيب عايز ابدأ بقى اخد سيكشن فيه فعلا حقيقي، فهقول له ميك 2D واقول له انتر، واختار بقى هل انا عايز في التوب ولا بالبرسبكتيف ولا في الفرونت، انا واحد فيهم انت عايزهم. طيب هعمل سيلكت اهو على دوت واقول له انتر، بيقول انت عايز من فيو ولا من سي بلان ولا سيرت بالشكل دوت ولا الفيرست انجل، وممكن تختار بقى اي فيو فيهم من هنا. شيل علامة هيدن لاين ديت على اساس لو في خطوط مخفية عايز تشوفها ولا لا، تمام. وشوف بقى اللاير الجديدة عايز تسميها ايه وقول له اوكي. تمام لاحظ ظهر عندي ده 2D مش 3D، تمام ده 2D. تقدر بقى تعلم هنا وتيجي تشوف ده موجود على اني لير، تمام. دي الليرات اللي كانت موجودة قبل كده موجودة هي على اللير اللي احنا اخترناها اللي اسمها ميك 2D. هنا الليرات تقدر فيها وتشغلها، تقدر تقفلها، تقدر تغير اللون بتاعها لو عايز، تقدر تغير الماتيريال لو انت عايز. ومن هنا بقى تقدر تعمل ديليت لللير او نيو سب لير او لير، وتقدر تعملها فلتر. طيب بعد كده خلاص هتعمل ايه؟ هتعمل سيلكت عليهم كده وتروح لفايل وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت سيلكت. هتلاقي اختيارات كتيرة، تمام. انت بقى شوف ايه اللي انت عايزه. انا بالنسبة لي محتاج دي دبليو جي، واقول له انا عايز الجيومتري ومش عايز التكتشر ولا عايز البلاجنز داتا. وتعالى نخش في الاوبشن، الاوبشن ما تختارش ديفولت، تختار سوليد. جربتهم كلهم والسوليد هي طلعت افضل واحده. هنا بقى الاوبشن الاوتوكاد فيرجن الزر اللي انت عايزه، الاكسبورت سيرفيس عايز تعملها ازاي، سوليد ولا كيرفز ولا ميشز، بروجكت بلان عايزه السي بلان ولا الفيو، زي ما انت عايز. انت ممكن في مره تنسى حاجه ومره تنسى حاجه تانية. هنا خليها color by autocad index دي احسن. دي الكيرفز اللاين لاينز ماشي حلو، الارك عايز تخليها بول لاين ولا ارك زي ما انت عايز، الحاجات دي كلها كلوز سيف. وشوف بقى بعد كده عايز سيف الملف ده بايه، 1 2 3. كده احنا سيفنا الملف، سيفنا مش الملف كله، سيفنا الحاجه اللي احنا عملناها سيلكت اللي هي الجزء دوت. تمام اتمنى الدرس يكون جميل، وان شاء الله الدروس الجايه هنشوف ازاي نخلي الملف اسهل، او ازاي ان احنا نحل المشاكل اللي ممكن تظهر اثناء التصدير او تظهر لما يكون في مشروع ضخم جدا مش مشروع سهل زي ده.